مرحبا مواليد برج الحمل، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون الاسبوع من الاثنين 21 اذار مارس للاحد 27 اذار مارس؟ نحن طبعا هلا صرنا بالجزء الثاني من شهر اذار مارس، اللي بعد ما سمع برجه لشهر اذار مارس بيقدر يدخل على لائحه الابراج الاسبوعيه والشهريه ويسمع برجه، لانه التغيير كثير كبير وصار افضل، التغيير لصالحكم. كيف بده يكون هذا الاسبوع؟ طبعا معنا لا نيومون ولا فولمون، حكينا عنهم في الأسبوع الماضي. بالنسبة لهالأسبوع طبعا نحن دايما نحكي عن الوقت، نوعية الوقت، الأحوال الفلكية. بالنسبة لكم مشان هيك الأبراج الأسبوعية بيكون مقتصرة، لأنه هي بتعطيكم فكرة عن الأحوال الفلكية، بتعطيكم أيها الأيام الأفضل لحتى أنتم تختاروا أيامكم والتفاصيل بتلقوها بالأيام الأسبوعية، بالأبراج الأسبوعية، عفوا الأبراج اليومية. منبلش الاثنين والثلاثة، طبعا لازم اذكركم انه الشمس موجودة ببرجكم، اوكي؟ هيدي مسألة كتير مهمة، كتير 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 مهمة، بتعطيكم قوة وحظوظ عالية. الاثنين والثلاثة القمر موجود ببرج العقرب، الاثنين 21، الثلاثة 22 اذار مارس القمر ببرج العقرب، اجواء رائعة بالنسبة لكم، ارتحتوا من تأثيرات القمر برج الميزان بعطلة الاسبوع، هلا صرتوا افضل. الاثنين والثلاثة ويومين مناسبين لحتى يكون في عندكم خطة تقدمية لتتقدموا وتطلعوا من أي مسألة كنتوا علقانين فيها، علما أنه القمر بيضلوا برج العقرب لساعة 9 المساء توقيت بيروت الشتوي. بينتقل من بعدها لبرج القوس. انتبهوا هون، لما القمر يروح لبرج القوس دخلتوا بأحلى فترة زمنية في هذا الأسبوع، بيستمر كل الأربعاء وكل الخميس لمنتصف ليل خميس جمعة توقيت بيروت. أفضل فترة، أقوى فترة، أكثر فترة فيها حظ، أكثر فترة فيها نجاح، وأكثر فيها فترة فيها تغييرات مناسبة لألكم. حظوظ، توقيت ممتاز، الأجمل تماما. اختاروا هذه الفترة، أنا بختار هالفترة. إذا عندي مواعيد مهمة بختار الأربعاء والخميس، طبعا حسب إن وين موجودين. إذا موجودين بالقارة الأمريكية بدكم تتابعوا، لأنه في احتمال إنه من الظهر حسب وين أنتم موجودين يوم الثلاثاء القمر يصير لصالحكم. الجمعة والسبت، الجمعة 25 والسبت 26 أدار مارس القمر ببرج الجدي بأعلى نقطة عندكم بدائرة الفلكية، مهمة جدا. شمس معكم، هيدا معناتها إذا دخلتوا في فترة مهمة، يعني إذا عندكم موعد مهم، إذا عندكم تقدم، إذا عندكم تغيير، إذا عندكم قرار، إذا عندكم خطوة، أو فجأة صار عندكم مسألة طارئة بتشوفوا، بتلاقوا أنه الجمعة والسبت هني يومين مهمين جدا، معناتها المسؤولية بتكون تكونوا فعلا أنتوا عندكم حس عالي بالمسؤولية، وتأخير الأمور أو تأجيلها ممنوع، لأنه ساعتها مش أنه ممنوع لكن إهمالها أو عدم التصرف فيها بمسؤولية يمكن العالم تاخد عنكم فكرة منها هالقد مريحة. تنقول مثلا أهلكم طلبوا منكم شيء الجمعة أو السبت، وأهلكم متوقعين منكم أنكم تساعدوهم أو تلبوا لهم طلب أو يعني تردوا عليهم، وأنتوا أهملتوا لأنكم ما عندكم يمكن عذر كافي أو حجة كافية، ساعتها النظرة لكم التحليلهم يمكن ما يكون هالقد على ذوقكم. نفس الشيء بالنسبة للشغل. الأحد 27 أدار مارس أنا بعتبره يوم حلو لألكم، ترجعوا بترتاحوا، بترجعوا بتفرحوا، وبترجع الأمور عندكم ترجع إلى خطها الطبيعي، وبتكونوا من الأبراج القوية. هلأ بهيدا الأسبوع بترجعوا تسمعوا الفيديو لحتى ترجعوا تستوعبوا أكثر. الأكثر حظا كلكم أصلا محظوظين بهذا الشهر، بهذا الأسبوع بشكل خاص 9 10 و11 نيسان أبريل. بأتمنى لكم أسبوع حلو، إلى اللقاء، باي باي.